بكل عائلة كان في عود صغير يمكن بيدندنوا عليه بالجمعات، ما في حدا يمكن منا ما قعد بجمعة عائلية وكان في حدا عم يدندن على العود وعم يغني. رح نحكي اليوم عن صناعة العود، كيف بتتم صناعته والعزف عليه وقديش فعليا هي الآلة الشرقية إلى خصوصية عنا. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا طارق صقر، صانع وعازف عود. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك. كنا بنعرف اليوم إنه العود آلة وترية شرقية، آلة متناولة يعني بكل شيء، بالبيت، بالجمعات، بالأعداد، دايما منشوف شخص عم يدندن وعم يغني بنفس الوقت. بداية خبرنا عن حضرتك، عرفنا عنك وإمتى بلشت بهي الموهبة؟ هلأ أنا بالأساس عازف عود، عضو نقابة الفنانين السوريين، وإلي مؤلفات يعني بالإذاعة والتلفزيون السوري. بعدين يعني الحب للآلة خلاني فوت بمجال الصناعة، تعلم الصناعة. هي موضوع أنا مجرد كان اطلاع، أني اطلع على هي الآلة أكثر، أعرف لما أنا انتقي آلتي بشكل جيد يعني أعرفها بالتفاصيل الخاصة. هي فيما بعد يعني راحت فيني ظروف أني أنا أصير صانع يعني وكتير غير بأفكاري تجاه الآلة حتى كعازف يعني، وكتير فادني هذا الموضوع بعلاقاتي. يعني صرت أعرف كتير عازفين هلا قبل ما كنت اعرفهم صاروا يتواصلوا معي، مثلا بدهم اعواد يسالوني عن الاعواد. كانت كثير يعني خطوه مهمه وجديده كثير بحياتي. كان بالاساس انا العود يعني له حصه كبيره بذكرياتنا، وقالت العود والعزف عليه يعني فعلا جميل. يمكن ما في حدا منا ما جرب يمسك عود ويدندن عليه شوي، بس خلينا نحكي عن العزف. يعني هو آلة من أجمل الآلات الشرقية، لما تعزف قبل ما نسمع شيء من حضرتك لوين بتروح؟ يعني نحن اللي بنسمع بتلاقينا بنروح لأماكن جدا جميلة، بس فعليا لتبلش العزف وتفوت بالحالة وين بياخدك؟ هلا هي وين بروح؟ هي حسب الظرف يعني، وحسب الحالة، وحسب الـ يعني الأمور الحياتية والواقع، ما في بينفصل عنه الواحد يعني أكيد يعني. لكن هي الآلة هي أقدم آلة يعني عبر التاريخ. صحيح. يعني كانوا يقولوا بالأول، بيقولوا المؤرخين إنه شو هو يعني أكثر فكرة بسيطة، إنه أنت تنفخي بقصبة أو بإنك تشدي وتر على قصعة يعني. فمو معروف، المؤرخين بيقولوا الأسهل هو الأول يعني بالنسبة لكل شخص يعني بتاريخيا يعني 3000 قبل الميلاد كانت موجودة هاي الآلة. كان فينا نقول مثلا كان في آلة اللير أولا، بعدين شدوا الوتر على طاسة على قصعة يعني، صار اسمه العود. بالعصر العباسي تطور العود على إيد زرياب بيسموه، أضاف الوتر الخامس، وكان في نقلة بالموسيقى الشرقية العربية يعني، خلينا نقول العربية أو الشرقية يعني كونه الشرق هو أغلبه في هاي الآلة يعني، إن كان رزق أو طنبورة أو العود أو انتقل. بعدين صار بالأندلس صار اسمه اللوت، جيتار، إيه مثل ما بنعرفه نحن هلا. طبعا بيختلف كمان في المندولين مثلا باليونان. صحيح. الآلة هي موجودة بالتراث السوري، خلينا نقول نحكي عن سوريا اليوم يعني. حتى أنت كنت عم تقولي إنه بكل بيت كان في عود صغير، هذا بيسموه العود الستاتي. صحيح. كان يسموه العود الستاتي، حتى كان يطلع مع جهاز العروس. صحيح صحيح. يعني العروس كان من مواصفاته انه هي لازم تتازف وتغني، لازم تتازف ويطلع العود مع جهازها. تماما. خلينا نسمع شيء من حضرتك هلا. Thank you.
دافي، يعني قديش اليوم صوت العود دافي وحنون وبيعطينا هيك جو خاص من الطرب. خلينا ننتقل لجانب ثاني ونحكي انه بصناعه العود اليوم عندنا خطوات، عندنا قواعد اساسيه، عندنا المام بكثير من الامور، حتى بنشوف وبنلاحظ في اشكال من العود مطعمه بالصدف او الموزاييك. خلينا نوضح نحن كيف ممكن نختار شيء ما ياثر كمان على الصوت. هلا الآلة نتيجة التطور الصناعة بشكل يعني عام، كان جارة أو التطور الحاصل بكل الصناعات، صار في تطور كتير بالآلة. ولو أنه قديما يعني قبل 100 سنة إحنا بنتذكر مثلا النحات هي كان يطعم العود بالموزايك، كان يطعم، والموزايك هو بالأساس هو صناعة سورية يعني. العود كقالب ما في قالب موحد، يعني ما عند الصناع، كل صانع بيرتقي شكل معين لهذا القالب يعني، ويعني بنفذه. هذا العود من صناعته؟ هذا العود من صناعته. قديش استغرق وقت؟ كيف كانت الخطوات؟ يعني تقريبا العود بيستهلك شهر ونص شغل ليطلع بسوية جيدة يعني. يعني فالصناع ما هم متفقين، بس متفقين على الشكل العام، قالب الأساسي يعني اللي احنا متعودين عليه بالنظر على الشكل العام المرئي. بس خلينا نحكي عن العود السوري، صناعة العود السوري ومزايا. بنعرف نحن بنمتاز مثل ما قلت، كل صانع له لمسته الخاصة وبيختلف حسب البلدان، ونحن بنعرف مؤخرا يعني نحن امتزنا عندنا ميزات بصناعة العود السوري. خلينا نحكي عن العود السوري، وشو اللي بيختلف فيه؟ هلا الاختلاف العود السوري هو عم بحكي يعني قبل 100 سنة هو التطعيم بالموزايك وتطعيم بالصدف، هذا اللي بيميزه، واللي بيميزه هو الصوت، صوته الجميل يعني، صوته الدافي الطربي يعني، اللي بيتميز عن الأعواد التركية أو الأعواد العراقية. لما نقول يعني صوته يعني اختلاف الوتر يعني الأوتار ولا لا؟ هلا إيه طبعا في اختلاف بالدوزان، في اختلاف مثلا بيننا وبين المدرسة التركية، في اختلاف بالدوزان حكما يعني أكيد. المدرسة العراقية اختلاف بسيط جدا يعني، لكن مثلا الأعواد العراقية بتكون أغلبها سحب مثل هذا العود. هو بالأساس العود أساسه سحب يعني، كان أول شيء ما في خشب، الوجه العود ما في خشب، كان وجه العود هو عبارة عن جلد يعني، كانوا يسموه البربط أو صدر البطة بيسموه. فمثل الربابة كان السحب هو للأخير يعني، كان في عنا مربط خلفي يعني، بعدين لما صار الوجه الخشب صار في مربط ثابت. العود الدمشقي يعني اليوم أنا حظي كان معكم إني أنا جبت العود فرس متحرك. العود الدمشقي بتميز بالفرس الثابت. والصناعة صناعة العود الدمشقي متينة، والعود السوري أثبت هالفترة هي يعني من تقريبا خلينا نقول من 20 سنة لهلا، العود السوري أثبت جدارة بكل الكوكب. يعني عنا من بتذكر أنا كنت طالب، كان نشتري عواد من عند الأستاذ إبراهيم السكار، بعدين صار في حافظ سليمان، بعدين الأستاذ حسين سبسبي، يعني احترامي للكل ما بدي أنسى حدا. هلأ شركة زرياب كلياتهم أثبتوا قدموا العود السوري بأسعار معقولة لأنه هو لا أنا بدي حتى بدي أقدم أنا عود يعني يقدر يشتري الشخص يعني، ما فيني أنا أدفع مبلغ كتير كبير لحتى أنا أحصل على عود جيد. العود السوري بيتميز بصراحة بهو بالسعر المقبول والجودة العالية. صحيح تمام، يعني كل الصناعة طبعا تمام. يعني يمكن اليوم نشوف انه بعض الشباب ممكن يلجؤوا للعزف على آلة العود من خلال يمكن دراسة أكاديمية، وبنفس الوقت بنشوف أشخاص تانيين بيلجؤوا لهي الآلة وبيتقنوها من خلال الموهبة والشغف. خلينا نوضح الفرق بين الاثنين وقديش مهم اليوم الدراسة الأكاديمية بهذا الموضوع. هلا حكما الدراسة الأكاديمية بتحلك انت تعرفي على مدارس أكثر، كل ما عرفتي أكثر كل ما صرتي تشوفي أكثر، وكل ما صرتي تسمعي أفضل، وكل ما صار عندك زائقة لأنك أنت تقدمي الشيء اللي أنت داخلك. فحكما المعرفة هي باب مفتوح كبير لحتى أنت تقدمي نفسك بشكل أفضل. في شباب كتير موهوبين أنا بشوفهم، حتى أحيانا بقعد مع شباب يعني بيكون بيعزف مثلا بشكل عادي يعني، بيعمل حركة بيقول له تعال طول بالك، قال لي كيف ساويتها كيف اشتغلتها. ايه فالموهبة هي ضرورة، ما بصير الإنسان بدون موهبة. كل إنسان موهوب بس بده يعرف قدراته يعني ويطورها.
الدراسة بتحلك فرص انك انت تتطوري وتنفتحي على العالم وتعرفي اكثر، يعني كل ما كان افقك اكبر. صحيح، والشغف يعني انت بتحكي عن العود بكل شغف من خلال حديثك بمحبة ونظراتك، هي الشغف بتلاقيه فعليا موجود عند كل صناع العود اليوم السوريين، ومؤخرا بنعرف صناعة العود في سوريا ادرجت على قائمة اليونسكو للتراث الغير مادي، واستضفنا حتى بصباحنا غير وحكينا عن الموضوع بشكل موسع. خلينا نحكي عن هي الخطوة واهميتها اليوم لما نحكي عن صناعة العود السوري في ظل هي الظروف، يعني رغم كل شيء انتم مستمرين، نعرف قديش التكلفة حتى كبيرة، في صعوبات بتواجهكم، بنعرف الخشب كيف اليوم عم يتم الحصول عليه، وفي اجود انواع الخشب، في كثير متاعب، فبعتقد هيدا كمان انجاز لكم لما نقول صناعة العود السوري ادرجت على قائمة اليونسكو للتراث الغير مادي. طبعا هو يعني الله يعطيهم العافية الشباب كلياتهم، هو في تعاون، يعني حكما لو ما في تعاون ما استمرت هي الصناعة، يعني تعاون من القيمين يعني، وتعاون بين الشباب الصناعة يعني، لحتى نقدروا يأمنوا هالأخشاب ويأمنوا المستلزمات اللازمة للآلة. صحيح في معوقات كتير، بس بالنهاية بدنا نستمر. صحيح، يعني ما فيك توقفي انت وتحطي ايدك على خدك، يستمر رغم كل الظروف. ايه صحيح، بدنا نستمر. اجبال بختام حديثنا معك، حابين نسمع معزوفة من اختيارك وبتحبها. يعطيك ألف عافية، وكنا سعيدين اليوم بوجودك صانع وعازف العود طارق صقر، بنتمنى لك أكيد التوفيق. حرفة صناعة العود اليوم حرفة تراثية، يعني عم تقوموا بمجهود كبير للحفاظ عليها، شكرا كثير لك. شكرا أكيد يا ريت يعني يا نور نضل محافظين على هذا التراث الثقافي السوري ونضل متوارث من جيل لجيل. بدنا نشكرك ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا، نورت صباحنا. شكرا لك.